بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل حب. أهلا حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا طيبين، وإن شاء الله تكون فلقاتي اللي فاتت تكون نالت على إعجابكم وتكون خفيفة، وكنت متواصلة معاكم بكل شيء بسيط وكل شيء جميل وكل شيء حلو. والله يسعدكم ويخليكم ويحقق مرادكم على كل دعوة دعيتوا لي إياها، على كل أمل أعطيتوني إياه، على كل تشجيع أعطيتوني إياه. وأقول شكرا للمشتركين القدامى وشكرا للمشتركين الجدد. الله يخليكم لي يا رب، ونكون أحلى عيلة متفاهمين على الحب وعلى الود وعلى الصلاح وعلى النجاح بإذن الله. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله فيديوهات تنال على إعجابكم. حبيت أتكلم على هذه الشركة، اشتريتها بالصدفة. شفتوا الخيال؟ بالذات للنساء المتزوجات بين قوسين، وحتى الفتيات لا تزعلوا، بس بين قوسين، اللي ما اشترت هذه المنتوجات او هذه الشركة بصراحة مو فات نص عمرها، فات عمرها كله. انا بالنسبة لي يا ليتني دريت عنها من انا عروسة هذه الشركة، مع انها هي شركة بتكلم عنها، هي شركة انجليزية طبعا. اول شيء انها شركة انجليزية، وتراها من اهم واقدم، شوفوا، من اقدم الشركات في العالم. مختصة هذه الشركة، تخيلوا، بالايش؟ بالعناية الشخصية، ومستحضرات التجميل زي العطور زي الصابون، ومشتهرة بثلاثة اشياء اللي هي بودرة التلك، مشتهرة مزيلات العرق، ومشتهرة بالعطور. أنا نين دحين بإذن الله هذه الشركة ما راح إني أبعد عنها نهائيا، عن جد والله والله. شوفوا، عن تجربة لي دحين تقريبا أسبوعين، داخلة بالأسبوع الثاني أنا أستخدمها. هذا أول شيء، تخيلوا، اشتريت البودرة، شايفين، في الخزامة بالورد الإنجليزي، وهذه كده مدموجة، مرة ريحتها ما تنوصف صراحة، ما تنوصف. تحسي حالك إيش تعطيكي؟ تعطيكي أول شيء ريحة، فيها ريحة عطر، عطر كذا طول الوقت، وانت تقومي وتقعدي وتمشي وتجلسي تشمي ريحتك. وهذا بس مجرد دحين انا فقط اخذت البودرة، ريحة عطر، ريحة كذا تخلي جسمك وكذا، تحسي باحساس الاسترخاء، تحسي بالنعومة، وفيها كمان احس فيها نسبة عطر، بس ما هو عطر اللي يجيب لك ريحة نظافة. شفتوا ريحة الشاور، ريحة الصابون، اللي تعرف الصابون، ريحة صابون لوكس زمان سابقا، مو حاليا أحس تغير كذا، طول ما أنتي تحسي ريحتك ما شاء الله كأنك توك طالعة من الحمام، جدا جميلة. زي ما قلت لكم، أول شيء أخذت البودرة وقلت لا والله ما راح أفوتها، وأرجع لنفس المكان وأخذت، تخيلوا، مزيلات العرق، هذه بالخزامة. دحين حاليا أنا أستخدم ذولا، البودر والبخاخ. ما تخليكي مثلا ريحة عرق، أنا لإني كنت أستخدم مزيل العرق دف، أنا بتكلم بكل صراحة بكل منطق، كنت أستخدم دف، وقبل دف كنت أستخدم ليدي اللي يعرفوا لونه ماف،
موف تقريبا بنفسجي. أدمنت دف فعلا، يعني لا يعلى عليه بصراحة دف، بس حاليا صرت خلاص لي دحين تقريبا كذا يوم صرت أستخدم هذا، رجعت أخذت الطقم هذا. وفي زيها كمان عليه وردي، مو وردي أصفر، في كمان من المجموعة أصفر، وفي من المجموعة أزرق، وفي أخضر. شوفوا دحين أنا بودرة خضرة ما عندي، شوفوا بس الوردي والبرتقالي والموف، سووا بحث عنها وشوفوها. وفي نقطة مهمة مهمة جدا جدا أنا حابة أتكلم عنها، هذه الشركة اسمها ياردلي، اسمها ياردلي، شركة إنجليزية وهي أصلا أساسها في لندن، نفس الشركة. تخيلوا أي واحدة، أي واحدة تعاني من المنطقة الحميمية، يعني تتحسس من البودر، تتحسس بالذات يعني بين قوسين المتزوجات، هذه بصراحة بصراحة في منتهى الروعة، في منتهى القمة، رايحة اللي تستخدمها رايحة تدعي لي وتقول لي يا ليتني استخدمتها من أنا عروسة. وبإذن الله أنا شفت عطورها بس موجودة عند موقع علي إكسبرس، العطر، العطور حقتها لكل مجموعة أو كل لون لها عطر ترى خاص. إذا هذه البخاخ مزيل العرق والبودر، يعني راحت ريحتهم في قمة الخيال، فوق الخيال، فوق الخيال. لو في وصف أكثر من الوصفة اللي أنا دحين قاعدة أقوله بصراحة أقوله، بس ما يحضرني إلا فوق الخيال، فما بالكم العطر لو أجيبه. بإذن الله أحاول إني أدور العطر، أول شيء عندي هنا بالتبوك، إذا ما لقيته بإذن الله أطلبه على المواقع. زي ما قلت لكم أي امرأة عند تتحسس من البخاخات، تتحسس من البودر، سبحان الله أنا بالنسبة لي ناسبتني هذه 100%، ولله الحمد وما شاء الله تبارك الرحمن. والبرتقالي يا حبايبي أنا ملت سبحان الله للبرتقالي، البرتقالي من خشب الصندل، والله ما أحس بريحة خشب الصندل، إنها جدا راقية، جدا جميلة 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 لأبعد حد. وحاليا أنا استخدم الموف اللي بالخزامة، بالخزامة الإنجليزي، والوردي زي ما قلت لكم بالورد الإنجليزي، والأخضر بالياسمين. بس والله حبايب قلبي عشاني أنا اندهشت والله من هذا المنتج أو هذا المنتجين، بصراحة أحسه فاق فاق حاليا بالنسبة لي على شركة دف وعلى شركة نيفيا، جدا جميل. واللي تستخدمه تكتب لي بالكومنت وتقول لي. وبس والله حبيت أني أشارككم اليوم وإني أنزل فيديو حتى لو إنه صغير وبسيط، حبيت إني أفيدكم فيه. ورعاكم الله، وأشوف إيش بعده، يمكن أصور لكم إيش أتعشيت أو إيش الختام، وأختم الفيديو.